المركزي اقترحوا على ان لما لا نحتفلوا بالمراه التاجره، المراه اللي كتضحي بشكل يومي باش تقتل اليومي ديالها. طبعا هي مناسبه للاعتراف بالمراه، لان المراه شكون هذه المراه؟ المراه هي الام، هي الاخت، الام هي الزوجه، الام هي كل شيء في الحياه. التقدير واعتراف هذه المراه هذا الشيء اللي كدير من اجل الاسره، من اجل الوطن، من اجل كل شيء. هذا يوم الاحتفال بالمراه، ويوم الاجلال، يوم الاعتراف والتقدير للمراه والمراه المغربيه والمراه التاجره والمراه ديال بلاصا بالخصوص. تحيه من لكم احنا كرجال، التقدير والعرفان لهذه المراه المناضله، هذه المراه المكافحه من اجل لقمه العيش، من اجل الأسرة ديالها، من أجل هذا المجتمع. ما نطولش، نعطي كلمة للمدير ديال التجارة ديالكم أخ سمير كرمولي. هو المدير ديال السوق المركزي القلعة المشهورة بالبلاصة. أنا جد فخور بالتواجد ديالي معكم هذا العيد الأممي اللي هو 8 مارس، ذكرى ولا عيد المرأة بصفة عامة. كنرحبوا بالأخوات وبالإخوان، وكنرحبوا بالسيدة القائدة ديال المقاطعة الأولى، وكنتم متواجدين وكتحاولوا ما امكن توفروا الخضار، هذا المسائل كامله داكشي اللي كيحتاجوه الناس، وكنتوا يعني حارصين على العمل ديالكم. فطبعا كنتوجهكم بالتحيه وكنهنئكم بمناسبه العيد العالمي ديالكم، وتحيه مره اخرى. باسمكم جميعا اعطي الكلمه كذلك للمراه، المراه التاجره. رئيسة الجمعية باعت القدرة والفطور كيف أمينة بوزيد، أي كلمة كيما قلتي عقب لها مني. أنا ما قلتش هذاك الشيء غير تحنا موجد الوالد. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا، وتبارك الله عليكم وتبارك الله على السيدة القايدة، شرفتنا بهذا النهار، بارك الله فيك. اليوم العالمي للمرأة مناضلة، كنشكروهم على هذا الشيء، وعلى كنشكرو حتى هاد الرجال اللي وقفوا معنا في هذا النهار ديال يوم المرأة. مجهود كبير هو صاحب فكرة مبادرة، منسق للهيئة ديال الجمعية ديال بلاصا السي أحمد السلطاني، سمعتو شكون؟ هذه المناسبة كنصحبو الكفاح والنضال ديال النساء الحمد لله معنا هنا في السوق المركزي. انا بكفاح والنضال ديال النساء في هاد المديسيني كثر 30 سنه تبارك الله عليهم، هما كيكافحوا ومازال كيكافحوا. ما علي الا انا فما كنكذبش يعني كنوه بالمجهودات الجباره اللي كيعملوا بها تبارك الله، منهم رجال منهم نساء، كيكونوا اجيال كنشهدوا لهم بهذا الشيء. هذا اجيال مازال تبارك الله مع ولاد وليداتهم هادي ومازال كيكافحوا. عندنا نقول لهم صحيه تبارك الله عليكم، الله يطولنا في عمركم، الله يبارك فيكم وفيكم. شكرا. شكرا. السيده رئيسه المقاطعه القائده المحققه للاحتفال الاولى شرفتنا اليوم، وحتى هي راها امراه. تحيه للمراه المغربيه المناضله من اي موقع، لان المراه هي يعني تعمل العمل ديال الرجل كامراه السلطه، ومفخرين انك مغاربه عندها امراه في السلطة وتدبر الأمور الإدارية اللي كتحكرك في يوم من الأيام على الرجال. فتحية تقدير وعرفة للسيدة هي القائدة المقاطعة ديالنا، واللي كنشكرها باسمكم جميعا على المجهودات اللي كديرها في المقاطعة ديالها ومعنا بخصوص هذا السوق المركزي. نعطي الكلمة للهين المناسبة. كنشكر صاحب المبادرة، وكنشكر هاد النساء اللي هما هازين البيوت، ونساء مناضلات، ونساء كيستحقوا كل الشكر. وكنشكر الرجال لأن تا هما على يديهم تعلمنا بزاف د الحوايج، وهما اللي داروا هاد المبادرة وجمعونا. وكنتمناو من الله أننا نكونوا عند حسن الظن، وكنتمناو من الله كإدارة وكتجار وكبائعي خضار، بائعي كلنا نكونوا يد واحدة باش نزيدوا بهاد البلاد القدام، وباش نزيدوا بالسوق القدام، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن الجميع. ومره اخرى كنشكركم، وكنشكر جميع النساء اللي تبارك الله عليهم واقفين وكيخدموا وهازين البيوت، وهما احسن مثال للمراه المغربيه. شكرا.
عندكم حفل تكريم والله يخليكم واحد الوردة للأمينة تقريبا تفضل بمناسبة خليك أمينة خليك أمينة Thank you.
صح. لا الزهرة بجد شطبي صح.